قبلوا السيد لحبيب بوسرسار ضيفنا ليزلا في لاباس. سي لحبيب مرحبا بيك. مرحبا تفضل. عايشك. مرحبا بيك. بسم الله. سي لحبيب بوسرسار اهلا وسهلا بيك. عايشك. انت من صفاقس عندك وليد وبنيه ربي يفضلهم لك. عايشك. خذيت شهاده الوعظ والارشاد من معهد الوعظ والارشاد بالقيروان عام 82، شهاده الاستاذيه في العلوم الاسلاميه من المعهد الاعلى للحضاره الاسلاميه بجامعه الزيتونه عام 92، وعندك برشا اعمال في الفقه والعقيده. من عام 83 بديت تخدم في إدارة شؤون الدينية اللي ولات وزارة شؤون الدينية. في عهد بن علي تعرضت لعدة مضايقات ونقال تعسفية من ولاية لأخرى ومنعك من ممارسة التعليم الديني وحقوا معك في مناسبات متعدة. هل تنتمي إلى حركة النهضة ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أنتمي إلى أي حزب سياسي، أنا فقط أنتمي إلى الإسلام بمفهومه العام، إلى تراث علماء الزيتونة، إلى الوطن بخصوصياته الثقافية الدينية الإسلامية. واضح. واعظ ديني، الخطة هذه أنت واعظ ديني تابع وزارة شؤون دينية. لو كنت فسر لنا باختصار، ساعة ماكش مسؤول على تأطير الوعاظ كما شفنا. أنا واعظ ديني تم إلحاقي بالوزارة، ونحن قطاع الوعاظ هذا قطاع مجهول لدى عموم الشعب التونسي. لأنه من عهد بورقيبة وسلط عليه كثير أنواع كثيرة من الاضطهاد والتهميش والمحاصرة والمتابعة حتى لا يقوم بدوره. أنشئت هذه الخطة بجهود الشيخ الفاضل بن عاشور رحمه الله بعد غلق جامعة الزيتونة، حين شعر بالخطر يهدد البلاد من عدم وجود علماء يؤطرون الشعب التونسي ويقدمون التوعية الدينية السليمة، دعا إلى تأسيس معهد الوعظ والإرشاد. أسس هذا المعهد، لكن سرعان ما تفطن إليه بورقيبة وإلى خطر المعهد هذا، وقال باللفظ الواحد: أغلقت جامعة الزيتونة ففتحوا لي معهد الوعظ والإرشاد، فأعاد غلقه، أخرج قرار بغلقه سنة 83. برشا تصدموا وقت اللي شافوا الدعوة إلى القتل، وصدمة ثانية كي عرفنا أنك واعظ ديني، وصدمة ثالثة كي عرفنا أنك واعظ ديني تابع لوزارة الشؤون الدينية. معناتها الدعوة إلى قتل السبسي. ولكن قبل خلينا نحكيه في المضمون قبل ما نحكيه على الطريقة. لا خلينا نعلق أنا على كلمة القتل. أنا لم أذكر كلمة القتل بتاتا، كلمة القتل لم تأتي على لساني. الموت، قلنا الموت. ثم نعود إلى سياق. هل هناك فرق بين الموت لفلان ولا قتل الذي يعرف اللغة العربية يعلم، وأن القتل غير الموت. الموت بالمعنى الطبيعي بطبيعة الحال لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، والقتل هو بتقدير من الله تعالى يجرى على يد شخص، فإذا المعنى فرق كبير بين الموت. ولكن الذي قصدته حتى لا يفوتني الفرصة هو احنا موجودين للشيء هذا. تفضل. أنا الذي قصدته بالموت هو الموت الفكري السياسي لما يحمله السيد السبسي، هذا بكل وضوح يحمل السيد السبسي مشروعا بورقيبيا سأتي إلى الحديث عنه. مش نحكيه عليه. هل دعا إليه وهو الآن يريد أن يحييه من جديد؟ هؤلاء البورقيبيون والتجمعيون أطردهم الشعب التونسي يوم 14 جانفي، فهو يريد أن من الباب، فهو يريد أن يرجعهم من الشباك. واضح. فإذن فهذا المعنى، هذا الإطار لا يجوز أن يقع فهم الكلام على غير هذا السياق. واضح. احنا فهمنا رايك سيد لحبيب بوسرسار، ولكن كيما تتذكر النقاش اللي صار على منقبات وسافرات، وربما حتى سيد رئيس الجمهوريه بطل ما عادش يستعملها. علاش؟ على خاطر عرف فما معنى اصلا هي اللغه الشيء وما يدل عليه تتطور بتطور الزمن. معناتها قد يكون الموت معناتها بالنسبه لعامه الناس يعني حاجه وحيده هي الموت الجسدي، الموت
بيولوجي. بمعنى هل انت تعتقد انه معناتها اذا تفرجوا فيها ملايين التوانسه باش يفهموا التفسير الدقيق نتاع الموت لا الفكري؟ يفهموا. نحن في العمل السياسي في العمل السياسي يفهم ان الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، الموت لكذا لكذا، مراد به الموت المعنوي الفكري السياسي المؤامراتي، هذا المراد به. وهل بعد الموت المعنوي نسمع تكبير والله اكبر معناتها؟ لكن انا اشير الى ان السياق، انا لو تركتني اتحدث عن سياق المساله لا باش نخلطوا لها، باش نقعدوا في الموتى باش نخلطوا على حكايه البرجيبيه وباش نخلطوا لها، ولكن نقعدوا في التفسير اللفظي معناتها اللي التفسير هو اللفظي. لا معناتها لهنا لا اعتقد ان مواطن تونسي يقرا القران ويتحدث باللغه العربيه وحتى بالدارجه، الدارجه نتاعنا هي دارجه عربيه، لا يفهم ان الموت يحتمل عده ارض ميته، ارض شخص مات كذا، معنى الموت موجود. فلان مات الله يرحمه. لا فما ارض ميته. اي فما انسان ميت، يقول لك هذا انسان ميت، ولكن لا احساس له، ميت في مشاعره. ولكن هل نقول ذلك او لا نقول؟ نقول انسان ميت في مشاعره ميته. سي الحبيب شو موصلنا لهاللغط؟ هل نقعد نفسروا فيها؟ شو موصلنا؟ ما تراش هو الاعلام. سامحني يميمتي الاعلام كلبين هو الاعلام. لا مش بيم قصير، حشاه وحشاه الناس اللي تقوم عليه. اما ما تراش اللي انت كنت متحمس اكثر من اللازم. متحمس ليس من الخمر سي الحبيب. لا متخمر يعني متحمس. لم اذقه الحمد لله. الحمد لله. معناتها متحمس اكثر من اللازم، واعظ ديني وهكا وانت تقول الموت لسبسي وعبيد تقول لك الله اكبر. معناتها نتحدثوا نحن على السياق، لابد ان نتحدث عن السياق. السياق في اخر السياق، لانه تاريخ أي تونس ايا كان اللي باش يوصلك ما يوصلكش كواعظ ديني للتخمير هذه كمان. تاريخ تونس، انا الواعظ الديني، تحكي على واعظ ديني؟ انا واعظ ديني كنت ممنوع من التدريس. بن علي وبورقيبه منعونا من التدريس. واعظ ديني ممنوع يقول في الدرس نتاعو في الجامع الخمر حرام. وقت اللي يقول الخمر حرام وبيوت والزنا حرام والربا حرام، يهبطوا له امن الدوله ويعيط له المعتمد ويعيط له رئيس الشعبه ويقدم فيه تقرير العمدة. الواعظ عاج 50 سنة. الواعظ أنا الآن في خطة الواعظ تقريبا 30 سنة. سي الحبيب مش مبالغة، ما نجموش نقولوا حتى أنا في التربية الإسلامية قريت في الثانوي الخمر حرام، معناتها ويمنعكم باش تقولوها؟ يمنعنا. مش نبالغوا شوية معناتها؟ يمكنكم الآن أن تتجهوا إلى الأرشيف نتاع وزارة الداخلية والأرشيف نتاع الولايات والارشيف نتاع اداره الشؤون الدينيه وزاره الشؤون الدينيه. اختفى. لا موجود. نجيب لكم التقارير اللي كان كيكتب فيها الامن في الوعاظ وفيها انا. هذا السيد غير منسجم. شو معنى غير منسجم؟ لانه ما يزكيش الوضع السياسي الموجود في البلاد، وانه السيد هذايا يؤلب الناس على كذا ويدعو الى تحريم الربا وكذا. هذه موثق، تحبوا ان شاء الله نعدلكم دراسه حتى من خلال الشكايات اللي جات فيها انا. مش واضح به النجم نقولوا ظالمينك انك تؤلف مش ظالمين، ظالمين الوعاظ الكل. الوعاظ الكل، ولكن الائمه والائمه الخطباء نفس الشيء. راهي وضعيه سي الحبيب، انت اليوم معايا لا يمكن ان تقوم سي الحبيب بدور الضحيه. علاش؟ لانك تؤلب الناس فعلا في الفيديو اللي شفناها، الموت للسبسي والعباد تقول الله اكبر. احنا نقولوا العقليه التي جاء بها السبسي. السبسي فجعنا، راهو فجعنا، فجع الشعب التونسي. اش علينا في الاسباب؟ الاسباب جايينها احنا، جايينها سي الحبيب. اما به اصلا باش نمشي معك اكثر من هكا. حتى كان نفترضوا انه الموت المعنوي، اي الموت المعنوي هو المقصود. الموت المعنوي معناتها ما دخل واعظ ديني في تبع الدوله، جمعيه لا ينتمي لاي حزب سياسي، باش يهاجم مثلا حزب والاجتماع حزب، في حين انك قلت لا تنتمي لاي حزب وغيره. معناتها لا يمنع لا يمنع عالم الدين ان يتحدث في الشؤون السياسيه، ردوا بالكم. هذا مزلق اخر ورطنا فيه بورقيبه. معناتها في الجامع ينجموا يقولوا نصوتوا لفلان وصوتوا لفلان عادي. لا فما فرق. شوف هناك فرق بين العمل الحزبي وبين الاهتمام بالشان العام للمجتمع. الاسلام كل احكامه، كل مبادئه تتناول حياه الناس العامه السياسيه والتربويه والثقافيه والاقتصاديه والاجتماعيه. يا اخي شبيه يجيو للوعظ قبل في عهد بن علي ولا في عهد بورقيبه يقولوا له اتكلم على صندوق 26 26
ما هو الاسلام يدعو الى التضامن. ما احنا هذا مثالش. لا قبل غالطين الكل قبل وتوا وتوا غالطين ومش غالطين. عاد قبل تاريخ اسود ما تخش من السواد نوع من نوع من الادله باش تستعملهم توا سلاح ناخذوا من توا. عاد قبل ماضي ننسى. هل يدعو هل ندعو ولكن اجتماع سياسي بحت. اجتماع سياسي سياسي. لا اجتماع سياسي. لا كان اجتماع لنصر. راك تدعو الى التهدئه سي الحبيب. الى صليوا على النبي. الى ما نظلموش الى غيره. لا نظلم احدا ولا نقتل احدا ولا نقضي على احدا. ولكن الاجتماع لم يكن سياسيا 100%. كان الاجتماع تظاهرة احتجاجية على الانتهاكات للمقدسات وآخرها لا أقول أولها وآخرها ما وقع في بنقردان من تمزيق المصحف في 3 مساجد ورمي بها في بيوت الراحة ثم قالوا لنا فعلها رجل مخبول. أي هذا 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 اجتماع مو سياسي. هذا اجتماع أي واضح. اجتماع ناس تنادوا إلى التعبير عن رفضهم لما انتهى إليه الأمر من حلقات الانتهاك للمقدسات والاعتداء عليها والاستهزاء بها. سي الحبيب أنا أقول بعد 14 جانفي الهدف متاع نصرة القرآن لا أحد يشكك فيه وكل تونسي مهما حاول البعض أنه يصور لنا عنده معزة متاع القرآن وعلاقة مقدسة بالقرآن ما نجم يشكك فيها أحد. يعني ما نجمش واحد يجيني ما سامحني ياه ويتصايح في شارع حبيب بورقيبه باش يشكك في علاقتي انا كمسلم بالقران. لا ما يشككش في التشكيك ولا معناتها حتى لا تصبح مبايعات وسمسره سياسيه. سي الحبيب القران هذاك في قلوبنا معناتها. لذلك احنا خرجنا ولكن ما علاقتنا القران وتدليس القران باجتماع السبسي. احنا قلنا دخلت في حسابات سياسيه ضيقه. اجتماع السبسي كانه لانك انت رافض رافض الان في الحوار بتاعك ان تخليني نتحدث على سياق الحديث. فوالا باش نخلطوا سياق الحديث توا باش نخلطوا اخر الحصه ما هو تو نعطيو سياق الحديث. هو باش نتفقوا اللي سواء كان قتل مادي او معنوي. لا فانه معنوي لا فقط معنوي. لا نرى اي معنوي. واعظ يتحدث عن قتل باي انواعه تصدم. هذا هذا احنا شوف احنا حتى في ديننا ندعو الله سبحانه وتعالى باش يقينا شر الظالمين وشر المضطهدين وشر الدكتاتوريين. يا اخي بن علي دكتاتور طاح هكا ما هو بدعوات الارامل اللي قتل لها ابنائها ازواجها والامهات اللي معناها افقدها ابنائها والسجناء المقهورين. وانتم تعرفوا صحفيين انا ربما ما نجيبش نعدد الاتجاهات السياسيه الموجوده في الساحه. عشرات السياسيين مضطهده في البلاد. هذيك دعاهم هذاك دعاء عليه باش ربي سبحانه وتعالى يعني انت حطيت سيد باجي قادسبسي كدكتاتور معناتها به. علاش بورقيبه سيعود الينا بالدكتاتوريه؟ احنا صغار ما نعرف واللي حكايه شهيره على بورقيبه اللي مثلا وقت عمل مجله الاحوال الشخصيه وقعد شاكك وقف برشا قال وقف في الميراث. جاوه علماء الزيتونه يعيط لهم باش يشاورهم في حكايه الميراث في حكايه حقوق المراه في حكايه 4 زوجات. علاش هذا معناتها سامحني في الكلمه هذا الغل على بورقيبه معناتها وعلى البورقيبيه اللي هو باني الدولة التونسية الحديثة معناتها اللي هي دولة دينها الإسلام حتى ولو حدثت بعض التجاوزات معناتها ما تخرجوناش كفار سي الحبيب ما يخلو حتى واحد يكفر يعني ما تخرجوناش ما نعرفوش ديننا معناتها صارت تجاوزات ولكن دولة دينها الإسلام ودولة حديثة. نرفض التكفير نرفض التكفير لأي كان نرفض التكفير غير باش معناها ما يزيد علينا حتى واحد في المسألة هذه. نحن أنا سليل عائلة علمية بمعنى عائلة علمية هي عائلة جامعة الزيتونة وخريجي جامعة الزيتونة وعلماء جامعة الزيتونة. وانت كي رفضت التكفير ما فرد مرة كمل نرفض التحريض سي الحبيب. ماهوش تحريض معناتها لكن أعود إلى المسار. احنا موضوعنا في خصوص انتهاك المقدسات. قلت أول من ابتدأ هذه السلسلة هو بورقيبة. خطاب بورقيبة المعروف والمشهور في الستينات استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طعن في القرآن الكريم واللي خلينا يتابعوا التاريخ يعرفوا الشيء هذا. بورقيبة هدم أراد أن يهدم أعظم ركن من أركان الإسلام الصيام. دعا إلى الإفطار وحارب الشعب التونسي. أنا اليوم في دعا إلى الإفطار نعرفوها أما وحارب الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقتاش لا أقرأ في خطاب عمله في ملتقى مع رجال التعليم سنة 65 تقريبا وخطابه منشور في جريدة الصباح بذلك التاريخ معروف وذكروه أخيرا في وسائل الإعلام. معناها المسألة لا تخفى على أحد.
قلنا بورقيبة عطل التعليم، أقول احنا سكر جامعة الزيتونة، أغلق جامعة الزيتونة، أعظم مؤسسة لها جذور تاريخية عميقة، لها تأثير عالمي دولي في العالم الإسلامي. بورقيبة ليس أسود فقط، أسود وأبيض، وهذا الكل مش مشكلتنا. معناتها كواعظ ديني من المفروض تدعو إلى فتح تحقيق، مش تدعو إلى الموت السياسي ولا الموت المعنوي ولا حتى الموت الفلسفي. معناتها كان من المفروض تكون أهدأ شوية. علاش؟ خاصة أنه اللي قدامك يقولوا لا إله إلا الله والسبسي عدو الله. اش معناتها عدو الله؟ معناتها كافر. فما بعض التيارات الإسلامية تقول لك كافر يجوز عليه الحد، معناتها نقتلوه، ينجم هذا يؤدي للقتل حتى من غير ما تشعر انت سلاح بيه. انتمائك لوزارة شؤون دينية وردة فعل الوزارة اللي هبطت بلاغت وعدت في الخصال متاعك ما نشكوش فيها، ولكن حتى بالكذب ما قلت انش فتحنا تحقيق، معناتها الوزارة ناقصة كانت عملك تكريم على دعوتك للموت هذا، هذا زادة توجه له برشا نقد سلاح. انت ما زلت مصر على ان الموت هذا معناه موت طبيعي، وانا لست مصر. لا 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 انت تحوم حول هذه، لا مش احوم هذه النقطه. حبيت نقول لك اللي الكلمه عندما تخرج من البيث تصبح تحت رحمه المتلقي، خرجت من عندك ولا تحت تفسيري انا سي الحبيب. معناتها انا نجم نفسرها زاد بطريقه. وهذا الخطر، وهذا الخطر عند الخطر، لا هذا الخطر عند الاعلاميين. عامه الناس لم يفسروها كما فسرتم انتم الذين رددوا شعار الله اعلم. عامه الناس الذين ضخموا الكلمه واعطوها ابعاد غير مقصودة ونشروها في الصحف، والآن معناها الرابع يوم ولا خمس يوم. رغم اللي هي دارت على الفيسبوك أكثر اللي هو عامة الناس، معناتها الفيسبوك هو اللي انشرها، مش أصلا إعلام. وسائل الإعلام، وسائل الإعلام عامة الناس رفعوا عليك قضية، مثلا فم محامي رفع عليك قضية قال لك كلام هذا يعاقب عليه القانون حسب الفصل 72 من المجلة الجنائية، الدعوة إلى التباغض وإلى حمل السلاح وطويل الفصل. معناتها هل تقدر أستاذ معناتها الخطر اللي نجم يصير على الكلام اللي تقال؟ معناتها حتى اللي لو كنت أقصد المعنى الذي تريد يكون كلام هذا صحيح. لا اما القضية ترفعت، معناتها شنو موقفك من القضية اللي ترفعت؟ طبيعة الحال انا مش ندافع على نفسي، سأدافع على نفسي وأدين الفكر البورقيبي هو بأنه هو الذي أوصل تونس إلى هذه المرحلة. نحسوك محمي، معناتها نحسوا فما شكون معناتها تحكي بوثوق نتاع انسان محمي نتاع الدوله معاك. معناتها ان الله يدافع عن الذين امنوا، انا ما عندي حتى حمايه الا حمايه المولى سبحانه وتعالى. هذه كانت قبل في عهد بورقيبه وفي عهد بن علي، واستدعوني للداخليه. الداخليه تعرفوها انتم، لو كان تعرف على مواطن تونسي ادنى شعره من انتماء لاي حزب خاصا حزب النهضه ما كانش تفلت فيه. سي الحبيب السيد بيجي قايد سبسي معناتها مصدوم من الكلام اللي يقولوه انت، وكلف شكون باش يرفع قضيه باش ياخذ حقه. معناتها توقعت ولا ممكن نسمع منك مثلا تقول سيفري كنت انا وقتها انفعلت ولا ما حقنيش دعيت لكذا، شنو الكلمه اللي تقولها في الختام؟ هل متمسك بالكلام اللي تقوله سي الحبيب مهما كان معناتها ردود الفعل؟ انا اقول للسيد السبسي عند انسان مصان الدم، مصان العرض، مصان الروح، مصان المال، لا يجوز لأي كان أن يستبيح منك هذه الأشياء. شأنك كشأن أي مسلم، كذلك أنا لا أكفر أحدا، وشأنك كشأن أي تونسي. ولكن الخطر التي أنت هددتنا من جديد بالعقلية البورقيبية، هددتنا في ديننا، في أنا هو بنفسه الشيخ الأستاذ السبسي اتهم ناس بأنهم قروت، ثم قال لم أقصد بالقروض بقروض كذا، هو من بعد عوين الأمن وهو بنفسه اتهم ذكر في المتنقبات بأنهم غربان، ثم قال لا ما نقصدش الغربان الطير متاع الغراب، ولكن نقصد أنهم ما مش معروفين من عاش كذا إلى آخره. يعني في الإطار هذا شيء، هذا الإطار، هذا الإسهال اللغوي في هذا الإطار، لأن هذا العمل السياسي، العمل السياسي أنا من موقع رجل يجمع، لكن ماكش في العمل السياسي وعم ديني. لا نجمع. انا نجمع. لا الدين متاعي ما يمنعنيش باش نمارس العمل السياسي مش الحزبي، انا ضد الانتماء الحزبي بالنسبه للوعظ. طريقتك في الكلام سي الحبيب، باش نسالك سؤال اخير. طريقتك في الكلام والانفعال ذاك
هل ما تراش نجم يأثر سلبا حتى على شاب يتبعك، على واحد يتفرج يقول الإسلام هذا دين متاع عبيد منرفزة ديما ويدعيه على غيرهم وغيره؟ ما تراش أن تكون معناتها لو معناتها كنت حليم أكثر معناتها ومبتسم وممكن تفسر مش بالطريقة والله أكبر وعدو الله معناتها؟ لا ما قلتش عدو والله، هو ما قالوا معناتها وأنت ماشي معهم في الخط. لا معناتها ما تراش اللي هل لو كان مثلا حتى نفس الخطاب تقوله بطريقة كيما هذه تبارك الله محلاك تبتسم وتحاول توصل الكلام، ما تراش اللي انا ما نعتقدش في الشعب التونسي انه فما واحد يفكر بشيء يقتل غيره معناها على قضيه دينيه ولا قضيه سياسيه. واضح ربما القتل منتشر في فساد اخلاقي وفساد كذا هذه فهمت، لكن من اجل فكره او من اجل فكره سياسيه او دينيه لا اعتقد ان يوجد تونسي ولا حتى مسلم يستبيح دم مسلم من أجل ذلك أبدا. نحن مأمورين من عند ربي سبحانه وتعالى بأن نصلح ونغير بالتي هي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن سياقات الحديث مواقف الخطاب هو اللي يعطي ثوب ربما للكلام، أعطى ثوب متشنج نوعا ما. نحب هكا في الأخر ناخذ منك حتى اعتراف نعم كنت متشنجا في مشكل معناتها المتشنج غضبا على الاستنقاص من للقرآن الكريم هذا رب لا بد أن يفسر حكي اللي عامله سبسي ما عندوش علاقة بالقرآن. لا خطيه ولا ما عندوش علاقة، واضح فهمنا توا. شكرا ليك سيد الحبيب وصرصار الواعظ الديني، فسرت لنا الإطار وسمعنا منك أكيد برشا توانسة حتى اللي ما كانوش فاهمين الحكاية فهموها أكثر والحكم اليوم. شكرا ليك سي الحبيب، نورتنا الليلة في لباس، يعطيك الصحة بارك الله. لباس